بعيداً عن لقاءات السياسيين وصراعاتهم، يعيش طفل من كل 4 أطفال في العراق تحت خط الفقر، بينما يحتاج 4 ملايين طفل إلى المساعدة بسبب الحرب الدائرة في البلاد منذ سنوات، على وفق منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف. واقع قاس لم يخفي بعض نواب البرلمان انزعاجهم بشأنه، مؤكدين المسؤولية الحكومية إزاء ذلك. أول شيء، قضية النازحين يجب أن تنتهي، لأن هذه كان ولد فراغ أكثر وظلم أكثر على الطفل العراقي. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، وزارة التجارة ملزمة بأن يوفر على الأقل الحليب الصالح للطفل العراقي. يعني ليش في وقت الحصار كان يتوفر هذا الشيء، ليش هسع ما يتوفر؟ بالطبع، فإن هؤلاء الأطفال جزء من مجتمع أكبر يرزح نحو 35% من سكانه تحت خط الفقر حسب إحصاءات وزارة التخطيط في حكومة العراق، الأمر الذي أدى كذلك إلى تفشي ظاهرة التسرب من المدارس بكافة مستوياتها. باعتبار تم تسجيل 1,000,000 طفل، ولكن عدد المتخرجين من الصف السادس ابتدائي ما يقارب 300 ألف طفل، بالتالي 700,000 طفل اليوم لم يكمل دراستهم. معناه في الأيام القادمة بعد 10 سنوات راح نلاحظ المجتمع اللي يعوم بها الجهل. مأساة حقيقية تهدد مستقبل العراق وسط غياب شبه كامل للجهود الحكومية عن معالجتها، ما يدفع المواطنين إلى اليأس من أي إصلاح حقيقي وجدي، كما تعد بذلك الطبقة السياسية. يعني لماذا تنشرون الأمية؟ لماذا رواتبكم فلكية والشعب العادي يعني يعيش في فقر مدقع؟ مع الأسف أنتم غير جديرين بالقيادة. غير أن من يحتلون موقع القيادة في العراق يبدو أنهم لا يبالون بما يقوله الناس، ولا يشغلهم سوى تحقيق مزيد من المكاسب السياسية والمادية، ولو على حساب حاضر العراق ومستقبله.